اولا نحب نرحب بنيافه الحبر الجليل الانبا ارساني واسقفنا المحبوب، ونحب نقول لنيافتك كل سنه ونيافتك طيبه سيدنا بعيد الابراشيه السابع وعيد صيامه نيافتك السابع، كل سنه ونيافتك طيبه سيدنا وانتم طيبين. حابين في المناسبه الجميله دي يا سيدنا ما نفوتهاش، وحابين نسال نيافتك بعض الاسئله. ايه اتفضل. اول سؤال يا سيدنا، نحب نسال نيافتك، لما البابا شنوده الثالث بعت نيافتك لهنا لهولندا، ونيافتك ما كنتش تعرف بالظبط فين هولندا على الخريطة، لو رجع الزمن تاني بسيدنا 35 سنة لورا، هل سيدنا هيحب يجي هولندا تاني؟ طبعا كنت احب اجي تاني. هو حكاية ان انا ما كنتش اعرف فين هولندا، انا كنت قلتها في احد الاحاديث السابقة يعني، وكان هدفي ان انا اوضح انها ده كان اختيار ربنا بالنسبة لشخصي الضعيف اني اخدم في المكان ده، يعني كان مشيئة ربنا مش اختياري انا الخاص يعني. وعلى فكره يعني سيدنا احنا كمان هنبقى حابين انك تيجي هولندا تاني. شكرا. سيدنا نيافتك بعد الرهبنه قضيت فتره كبيره في الخدمه مثلا في ابراشيه الزقازيق ومنيا القمح وكمان في دير البراموس، وجيت في هولندا، اي من الخدمات دي يا سيدنا كان عنده اثر في نفس نيافتك؟ الحقيقة كل واحدة من هؤلاء الثلاث أماكن اللي أنا خدمت فيهم ليها طعم خاص. فمثلا أذكر أن أنا لما خدمت في إبرشية الزقازيق مع المتنيح الأنبا يكوبس، كانت خدمة بالنسبة لي كانت يعني بكورة الخدمات اللي أنا عملتها بعد ما ترهبنت يعني. وشعب الزقازيق شعب محب جداً وطيب القلب وعشري. وشوف رغم ان انا سيبتهم مثلا ليا اكثر من ادي حوالي يمكن 40 سنة او حاجة زي كده، لكن ما زلت على علاقة قوية بيهم، نتراسل ونسأل على بعض، ولما انزل المصري يسألوا عليا، وبعضهم زارني هنا وبعضهم انا زرته لما كنت اسافر يعني. زائد كمان أذكر المتنيح الأنبا يكوبس كان مدرسة لوحده في المعمار وفي التجديد وفي الـ في الـ في العمارة الكنسية الجميلة، فتعلمت منه حاجات كتيرة في بداية حياتي يعني. لما خدمت في الدير برضو كانت خدمة ليها طعم تاني خالص، كانت حاجة كانت من أجمل الخدمات اللي عملتها في حياتي، تأثرت بيها قوي. كان في الوقت ده دير البراموس دير بسيط جدا، مفيش اي امكانيات خالص، ويعني مهمل له سنوات طويله جدا، مفيش اي تجديد ولا اي تحديث، ويفتقر الى الاحتياجات الاساسيه لحياه الراهب يعني. الالالي مثلا كان في بعض الالالي عبارة عن جحر كده وباب، وتخش وتقفل الباب ما تشوفش كف ايديك من الضلمة، حاجة من القرن الرابع مثلا أو حاجة زي كده. برضو مثلا مصادر المية كانت معدومة، كهرباء ما فيش، مثلا شبكات الصرف الصحي، شبكات المية، شبكات الكهرباء، كل ده كان معدم. ابتدينا من البداية خالص واهتمينا بالبنية التحتية الأول، ووفرنا الكهرباء، الكهرباء بتطور الحياة تماما طبعا. وفرنا المية، وفرنا الشبكات المية، شبكات الكهرباء، شبكات الصرف الصحي، مساكن الرهبان اهتمينا بيها جدا، عملنا مساكن. طبقة الرهبان الموجودة حاليا كلهم متعلمين مثقفين، كلهم جايين من بيوتهم كريمة وطيبة وعايشين عيشة كويسة، فمحتاجين يذاكروا يدرسوا يتعلموا، فلازم المكان يبقى مهيأ للاحتياجات ديت. ما استمرتش كتير، قعدت سنتين وشهرين بس في خدمة الدير يعني. وبعد كده قعدت فترة لوحدي في الدير في قلاية بعيدة كده، كانت من أعمق سنوات حياتي يعني، وقريت فيها الكتاب المقدس مثلا يمكن 13 مره مثلا. ايه وبعدين جيت هولندا. هي خدمه هولندا بقى تميزت في حياتي بالاهتمام بالتعليم، زائد طبعا الاهتمام بالنشاط المعماري
والنشاط الروحي. لكن أكبر بركة استفدت منها في الخدمة هنا التعليم. أجمل حاجة في الكنيسة القبطية إن فيها تعليم وفيها تسليم. نشكر الله، كل خدمة كان ليها بركة وليها طعم لوحدها يعني. أنا عندي سؤال في النص يا سيدنا، شفت نيافتك لما جبت سيرة القلاية اللي بعيد، نيافتك سكت شوية كده وسرحت. ايوه طبعا طبعا طبعا. قضيت اجمل قضيت اجمل سنه في حياتي الرهبانيه لما سكنت في القلايه ديت سنه. قضيت فيها اجمل واعز الاوقات واغلى الاوقات على حياتي قضيتها لوحدي في القلايه ديت. كان يعني طريقه اعتكاف يا سيد؟ ابدا، انا كنت عايش في قلايتي اللي في الدير، بس يعني في حدود الظهر كده كنت اخرج اروح، هي على بعد 3 كيلو اتمشى اقعد فيها، هي حاليا جوه سور الدير حاليا يعني بعد التعمير الاخير يعني، واسهر فيها للفجر لتاني يوم الصبح. فقضي الوقت ده كله بقى في تاملات وفي كتابه وفي قرايه، حاجه عميقه يعني نشكر الله. تعيش يا سيدنا دايما. حاجات بسيطه بقى حابين نعرفها عن سيدنا الانبا ارسيني، حاجات بسيطه بس هي مفضله. يعني احنا لو قلنا مثلا اللون اللي سيدنا بيحبه او يفضله هيكون اللون الايه؟ اللون الاورنج الاورانيا البرتقاني، واللون الموف البارش. سيدنا بيحب الاواني الفرولك المفرحه. طب ايه الاكله اللي بيفضلها نيافه الانبا ارسيني؟ الاسماك. يعني صحي جدا يا سيدنا، وبعدين ما فيش مشاكل في الصيام. الحمد لله. اوكي، لو سمحت لينا يا سيدنا ان احنا نفتح باب ثلاجه نيافتك، هنلاقي ايه هو المشروب المفضل لنيافه الانبا ارسيني؟ الميه، ميه الحنفيه يعني، وال وعصير البرتقال. يعني خزون دي يا سيدنا، صحي جدا. نعرف عن نيافتك كويس قوي قوي ان نيافتك بتحب الكتابه وليك كتابات جميله، ونيافتك بنفسك بتشرف على المجله اللي بتصدرها الابراشيه مرتين في يعني 6 مرات في السنه، يعني مره كل شهرين. كانسان بقى سيدنا بتحب الرسم والموسيقى واكيد الشعر، حابين نعرف بقى ايه الموسيقى اللي سيدنا بيفضلها؟ انا يعني اعشق الموسيقى الدينيه، بحب الالحان القبطيه جدا واحفظها كلها عن ظهر قلب، واحب ترددها يعني، واشعر انها تستاهل ان الواحد يقعد ويسمع ويشبع ويتامل ويتملي بروح التسبيح والصلاه والترنيم. اللحن القبطي من اعمق واجمل الالحان، ومدرسه كبيره مدرسه الالحان القبطيه. تعيش وتعلمنا يا سيدنا. نعرف ان نيافتك كمان مهتم بالشباب جدا، بانهم يعني يدرسوا الالحان باللغتين جداً. القبطيه سوري بالثلاثه، باللغه القبطيه وباللغه الهولنديه وبرضه باللغه المصريه وبالعربي. طبعا طبعا طبعا. سيدنا لو طلبت من نيافتك كلمه واحده تقولها عن كل من البابا كرولس. الصلاه والتسبيح. في عالم يا سيدنا. البابا شنودة الثالث. البابا شنودة كان علامه، احد علماء الكنيسه في العصر الحالي يعني. فعلا. البابا توادرس الثاني. ده النظام والاداره. صح. الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس السيسي هو راعي شعب، قلبه قلب راعي حنون وعطوف واب يعني، لم نرى في اخر الفتره الاخيره حد بهذا القدر من الشعور اللي يحس بشعبه زي ده. حقيقي يا سيدنا فعلا. سيدنا احنا عندنا 10 كنايس ودير و16 كاهن، هل احتياجات الابراشيه كده اكتملت؟ وايه اهداف سيدنا وايه اللي بيحلم بيه سيدنا في المستقبل؟ دي كانت بدايه، احنا لسه لسه عايزين نشتغل، عايزين نبني كمان. هو ما زال قدامنا كتير طبعا. انا بحلم ان كل كنيسة يبقى فيها يعني، عندنا بعض الكنائس الصغيرة لسه ملهاش كاهن خاص بيها، فعايزين نأسس لها يعني خدمة اكبر ويبقى فيه كهنة اكتر. والكنائس يعني انا بحلم ان كل محافظة من محافظات هولندا
يبقى فيها كنيسة. فإحنا عندنا في هولندا اتوعلف بروفنسيس، فإحنا لسه عندنا 10 كنائس، فاضلنا كنيستين تاني. يا رب يا سيدنا يا رب حقق كل أحلام يافتك. سيدنا احنا من أول الكنائس في أوروبا اللي عندها مركز ثقافي. امتى هيكون عندنا مركز لاهوتي أرثوذكسي خاص بكنيستنا القبطية الأرثوذكسية هنا في هولندا؟ وخصوصا المعروف ان هولندا وجامعاتها كلها بتهتم بالدراسات القبطية، وخصوصا جامعة ليدن طبعا. حلو خالص. هو عندنا في أمستردام مركز دراسات آبائية. صحيح اللي مؤسسينه جماعة من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، ولكنهم بيدرسوا الآباء، يعني حاجة مشتركة بيننا وبينهم يعني. وبعض من شبابنا بيذاكروا في المركز ده وبيستفادوا منهم يعني، واحنا لينا علاقة قوية بيهم، والأساتذة اللي بيدرسوا عندهم بنعزمهم يخدموا عندنا في الكنيسة في اجتماعاتنا، ولينا دايما تبادل باستمرار معاهم يعني. زائد كمان الجامعات، مش ليدن بس، جامعة ليدن، جامعة نيميخ، جامعة خرونيجا، فيها قسم مصري وقسم قبطي. ولينا علاقات قوية معاهم، بنعزم الدكاترة بتاعتهم يساعدونا في الكنيسة، يدوا دروس في اجتماع الخدام، يدرسوا لغة قبطية. يعني احنا بندرس اللغة القبطية اكاديميا يعني، مش اجتهاد يعني ولا حاجة. والعلاقات دي مثمرة جدا وبنستفاد منها كويس جدا جدا. لكن طبعا يبدو انك انت احلامك واسعه شويه، فحلمتي ان يكون احنا اصحاب المركز. ممكن يا ريت يا سيدنا، احنا اتمنى يعني. طبعا الخدمه في الابرشيه هنا مزدهره طبعا، في نمو باستمرار. الخدمه اللي لسه ما اتحققتش، او الخدمه اللي نيافه الانبا ارساني بتمنى انها تتحقق هنا في هولندا عندنا؟ انا نفسي يبقى عندنا نهضه قويه في خدمه الشباب، ونشبعهم ونغذيهم بتعليم الكنيسة القبطية بتاعتنا، ونحمسهم وناخد منهم ثمرة حلوة بقى، نتيجة حلوة في الآخر، أن بعضهم يتكرس للخدمة، سواء خدمة الكهنوت أو خدمة التكريس كخدام متكلمين يعني، وعاظ وخدام أو رهبان. كل ده الفرفختنج بتاعنا احنا، عشان ان يبقى عندنا صحوه في خدمه الشباب. واحنا كمان بنتمنى معاك ده يا سيدنا، ان اولادنا كلهم يتجهوا للاتجاهات الجميله دي. يا رب. كلمه نيافه الانبا ارساني يوجهها للشباب. انا دايما يعني لما بشوف الشباب الصغيرين يعني، اللي هم في سن 13 14 15، بعد ما بقرص ودنهم يعني، بقول لهم انكم لازم يعني ترتبطوا بالكنيسة أكتر، تهتموا أنكم تحضروا التسبيحة وتحضروا الألحان، تحفظوا. الشاب اللي بيحفظ اللحن بيحب الكنيسة، بيحب يجي يقول اللحن. فالشباب الكبار بقى بقول لهم خدوا بالكم، ما تخلوش الحياة تسرقكم، حافظوا على حياتكم الروحية، وحافظوا على ارتباطكم بالكنيسة. انتم محتاجين الكنيسة روحيا واجتماعيا. الكنيسة بتلعب دور كبير في مستقبل اولادنا وفي حياتهم وفي مستقبلهم. صح يا سيدنا. طب حابين نوجه برضو نفس الكلمة او كلمة تانية للشعب كله في الإبراشية. نفس الكلام، ان بقول لهم الجيل الجديد امانه في رقبتكم، انتوا مسؤولين معانا، احنا بنقوم بدورنا، وانتوا لازم تساعدونا وتكملوا الدور بتاعنا. ما ينفعش الكنيسه لوحدها تاخد بالها وانتوا لا. يعني خدوا بالكم من الجيل الثاني. انت مش وظيفتك تعمل كنترول على ابنك ولا بنتك، انت وظيفتك انك تحب وتقدم حب واهتمام ورعايه تحافظوا على الاولاد، وما تضجوش من مشاكلهم، اصبروا عليهم، طولوا بالكم. الاولاد بتغلط لكن بتصلح وبترجع، فلازم نطول بالنا على اولادنا ونديهم فرصه انهم
يعيشوا في البيت حياة هادية مستقرة أمينة. أمين يا سيدنا. أخيرا يا سيدنا بنشكرك جدا على استضافتك الكريمة، وعلى ان احنا خدنا من وقت نيافتك ان احنا نعمل حديث مع نيافتك. شاكرين خالص خالص خالص، ومشكوركم على اهتمامكم وتعبكم وتهنئاتكم. شاكرين خالص، وكل سنة ونيافتك طيب مرة تانية يا سيدنا. وانت طيبة وخير. من خليك يا سيدنا. شكرا.